الواقع في المجتمع تبقى محدود حتى ده، يعني يمكن القصات اللي قعدتهم فترة أسبوع وحركت فيها محدودة جدا كانت، يعني بسبب القيود اللي فرضها المرض، يعني ما أقدر أحتك يعني لا مع الناس بشكل حر ولا مع المجتمع بشكل حر، يعني كل حركتي بس من داخل السيارة، يعني حتى تعرف على المعالم الجديدة داخل البلد والمنطقة دي كمان كلها من داخل السيارة. يعني القيود المفروضة علي نتيجة المرض حتى تمنعني انزل من في الشارع، يعني او اني احكي مع الناس او اني احكي مع احتك يعني باللي عم بصير. ففترة الاسبوع فترة غير كافية، لكن انطباع المتولد واللي نشأ نتيجة الاستقبال اللي صار في اليوم الاول بانه هذا المجتمع فيه كثير امكانيات خيرة للتعاون على هدف واحد وفكرة واحدة. وأمنيتي يعني بأنه هالاجتماع اللي صار، الحشد الكبير اللي صار هذا يوم الاستقبال، أنه يتكرر. في كثير مناسبات يعني وفي كثير مواقف اللي تتطلب وجود هذا الحشد، إن كان على المستوى الاجتماعي وإن كان على المستوى السياسي أو كان على مستوى المقاومة الاحتلال، يعني رفضه بكافة الأشكال. يعني هذا الحشد قادر على انه يجتمع، والدليل المجتمع. تفاصيل الحياة السياسية في الجولان يعني حتى الان ما دخلتش فيها كثير، لكن بعتقد بان الجولان تعيش حالة سياسية مثل اي منطقة اخرى، في حالة من التنوع، في حالة من التنوع الفكري والسياسي والايديولوجي، وهذا شيء طبيعي وصحي جدا. الصحي اكثر انه يكون في مقدرة عند هاي القوة داخل المجتمع التعايش مع هذا الخلاف بشكل صحي كمان، والتفهم لانه في رأي وفي رأي اخر بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعني مش بالضرورة انا الصح وغيري الخطأ المطلق. يعني عندي نسبة عالية من الصح بجوز، وعند الاخر نسبة عالية من الصح كمان. المهم انه نلتقي، خاصة انه عايشين تحت يد احنا بنعيش تحت احتلال، وهذا مش غريب عن ذهن الاخرين، عن ذهن الناس بشكل مطلق. يعني انه الهم الاكبر والاوحد اذا نوحد كل قوى الجولان على اختلاف مشاربها هو هم الاحتلال بكل ما يحمل من تفاصيل، ان كان على المستوى الامني، ان كان على المستوى السياسي، ان كان على المستوى المعنوي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي. هذا هو الهم الاكبر اللي لازم يوحد كل قوى الجولان، ولازم يكون نقطة الارتكاز لاي نشاط بغض النظر عن الخلافات الثانوية والجزئية، والأحيان كثير بفعل منطقتنا وصغرها وتفاصيلها بيتحول هذا الخلاف الثانوي لخلاف رئيسي، وبنختلف على السنة والسنتين والتاسعة والسنة من الأكبر بحدث السنوات الماضية. أنا اللي بتمنى بأنه هذا الحشد اللي شفناه يكون تعبير حقيقي عن استعداد دائم، ايوه استعداد دائم لخلق نوع من انواع الوحده في مقاومه الاحتلال بكل تفاصيل سلوكياته وتبعاته. وفي النهايه انا عندي ثقه بان المجتمع مجتمع اصيل كيف حكينا، يعني عند المحكات بين وجد كيف وجد استعداد. والله قضيه المرض مش متعاطي معها كقضيه استثنائيه كثير، يعني حالة المرض أنا أعتبرها حلقة من حلقات المواجهة اللي الإنسان بيعيشها في حياته. يعني كل إنسان ممكن يتعرض لمثل هيك موقف، يعني صح مش كل إنسان ممكن يتعرض لعشرين سنة اعتقال وبعدها مرض لكن كل إنسان ممكن يتعرض لحالة مرض قد تكون أصعب بكثير من حالة المرض اللي بعاني منها. يعني وأنا متعاطي مع المرض كحالة من حالات المواجهة الأخرى، يعني 20 سنة إحنا في حالة مواجهة مع كل مع كل شيء عم يحاول يمس في حياتنا، ان كان خارجي مفروض نتيجه الاحتلال وعوامله، او ان كان يعني داخلي. وهذه الحاله حاله يعني بعتبرها استكمال لحاله المواجهه السابقه. يعني وانا باكد بانه هذا المرض مش راح يقدر يهزمني، يعني لانه طالع من جواتي، مش مفروض علي من برا، طالع من جواتي. وانا بعرف حالي منيح، بعرف كيف واجهه، وبمتلك ادوات لمواجهته. يعني هيك بعتقد، يعني هي انه يعني انا كثير منفعل، انفعلت وما زلت منفعل من حاله التجند اللي حصلت على كافه المستويات في الجولان كله، يعني
إن كان على مستوى رفاقي المحررين، إن كان على مستوى أهلي وأصدقائي، إن كان على مستوى محامين، إن كان على مستوى أطباء، إن كان على مستوى رأي عام، إن كان على مستوى الناس بكل فئات. حتى تجنب الحدثات بمجرد سماع يعني خبر المرض وانتقال المستشفى كانت مذهلة جدا، يعني مثيرة للانفعال، وكانت احد روافد القوة الاساسية بالنسبة له ما زالت لمواجهة كل حالة المرض هي. وانا احب اوجه التحية من كل قلبي لكل الناس اللي ساهموا بكل وسيلة بكلمة طيبة على الانترنت، بمحاولة الزيارة على المستشفى، بالسؤال، بالتركيز من محامي لمحامي، من محكمة لمحكمة على مستوى المحامين بشكل عام، بالنسبة لرفاقي اللي داوموا بشكل دائم إلى جانبي في المستشفى، وعملوا زي حامي لألي، لكل أصدقائي وأهلي، أحب أوجه كل التحية والمحبة، وإن شاء الله أن يكون قد هاي المسؤولية اللي حملت. أضف لهيك تحية لكل تعاطفوا من خارج الجولان، يعني من لبنان ومن سوريا ومن فلسطين المحتلة، كل تعاطفوا بالوسائل اللي في أيديهم يعني، ولكل اللي حاولوا يقولوا بأنه ليش عم بصير هيك يعني. وبأكد لهم كلهم اللي حكيناه في الأول، لأنه مش راح ننهزم قدام على المرض إطلاقا. الحياة الرغبة في الحياة هي الأقوى دائما. وبتمنى بأنه يعني هالحملة اللي شاهدناها يعني بفترة الأزمة اللي مرت فيها يعني نشاهدها مرة ثانية من شان الرفاق الآخرين موجودين في المنطقة حتى الآن، حتى نقدر أخيرا نقول بأنه حررنا أفرانا هذا أيدينا، مش مشكلة شو هي الوسيلة، بس لازم نوصل لمرحلة إحنا كأهل جولان يعني على اختلاف يعني قربنا من قضية الأسرة أو بعدنا، لازم نوصل لمرحلة نقول إنه أسرانا طلعوا بفضل جهدنا نحن، جهد بالضبط وجهد جولان جهد سوري يعني في النهاية، إذا الحكومة مش قادرة تعمل شيء إحنا بنسويه. وعندنا الوسائل بتقدير يعني الفكرة انه الدعوة للتجنب من قبل كل قطاعات الجولان على مستوى الشعبي على مستوى المحامين على مستوى الاطباء على مستوى المؤسسات لاطلاق صراحة الرفاق المتبقين في المعتقل. انا بتقدير هاي المهمة الاكبر اليوم. يعطيك العافية.